الأحمر سنة 2007، بحيث لم تكن تتعدى مساحة غرسها قبل ذلك 10 هكتارات. اليوم وبفضل المخطط الوطني للتنمية الفلاحية فاقت مساحتها 4000 هكتار، 1400 منها منتجة، تجربة عرفت نجاحا مبهرا من حيث النوعية والكم. من العام اللي فات نتجت تقريبا 2000 طرواسة لترا في هذا الجنان اللي كتشوفي فيه، كي كان الماء وكان الاخر وصلنا ل 24 لتر في القنطار. كينتج تقريبا واحد 70 قنطار الزيت، واحد 700 يطرو. تعتبر دائرة الأحمر ببشار من الدوائر التي تتمتع بخصوبة تربتها وجودة مياهها الجوفية، فهي منطقة فلاحية بامتياز، إذ تقدر مساحة محيطي زبارة وسهب الرقاص بها ب 3180 هكتار. ناهيك عن العريض، الأحمر وصف صفة، وهي مساحات فلاحية خارج نطاق المحيط، تشكل الزراعة بها النشاط الوحيد لسكانها. فقد أحصت المصالح الفلاحية ما يزيد عن 340 فلاح منتج لكل أنواع الخضر والفواكه، إضافة إلى شعبة الزيتون. هي لي فاريتي اللي كاينين، لا سيغواز وسوفيانا، وعندنا الشملال هذا نتاع الزيت. نوعية الزيتون يعني اللي كاينه عندنا هنا في المنطقة هذه الديغستاسيون تاعها مليحه. غرس الزيتون وانتاج زيت الزيتون بالولايه احد الشعب الفلاحيه التي تعد بالكثير للنهوض بقطاع الفلاحه الصحراويه، بدءا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المنتوج فدفع الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء. لكن خلال السنوات الأخيرة عرفت هذه المناطق تدني جد محسوس في نسبة المياه الجوفية، المصدر الأساسي في السقي، وضعية أصبحت تؤرق الفلاح بهذه الدائرة. في 2001 كان الماء هنا عندنا على 18 متر، كنا نلقاو الماء، كنا فوراج واحد، كنا نخدموا كل شيء، كنا ما نخطاو السوق نهار ما نخطاوهاش. دوك راني في 5 نتاع لي فوراج، وراك تشوف هذا الماء اللي راه يدور هنا راه عنده 5 أيام 6 أيام باش نخرجوا هذا الماء شويه نحجروا في البازا. كانت كنا نديروا لا بومب تبقى 3 أيام ما نطفوهاش 3 أيام، والان راك تشوف ما فيش قطره، والحاسي الاخر ملهيه راه يخرج ربع ساعه في الساعه، والان رانا نجمعوا في المياه باش نوردوا الشجره نتاعنا. وانا مشات لي 750 شجره اللي ماتت. الماء نقاس ماشي راه ينقص، الماء نقاص. الفلاح اللي كان يدور في مثلا الخضره قال البطاطا قال الزروديه قال هذيك ما قعدوش، دوك شجرات وصي ويلا. مشكل الماء في مناطق قصور الشمال مشكل خطير جدا، خاصة بعد النقص اللي عرفتها المنطقة اللي راها ستسبب في هجرة ريفية حادة. سد واد الأبيض مشروع كان من المفروض إنجازه منذ سنين، ولظروف مجهولة لم يجز لحد الساعة. بالحق الماء نقارد، كنا نحفروا 40 ولا رانا في 50 70 100 وما كانش، كان غير كاين. حنا والله ما تنداش الواد الأبيض ما كان والو. هذا الواد راه في راه في راه في راه في 4 حملات من أكتوبر لهنا، راه في 4. هذو 4 حملات لو كان داروا له البراج، دوك 4 حملات، لو كان داروا البراج 10 سنين ما تحققوش الماء 10 سنين. من اجل استدراك هذا الوضع هو اجراء دراسات من اجل حواجز مائيه، اولا لمساعده الفلاحين على السقي الفوري وتجميع المياه الامطار. الدراسات كذلك التي مست هذه الحواجز المائيه الصغيره، هناك مبلغ مالي يمكن استغلاله في إنجاز بعض الحواجز، كما كحاجز مومنا وحاجز بالصفيصفة وكذلك بوادع الريض. وهناك برنامج على المدى الطويل وهو إنجاز سد الواد الأبيض الذي تعول عليه الوزارة وكذلك الساكنة، وفيه أمل كبيرة من أجل أولا استرجاع
طاقة الحقل المائي لمغل وكذلك لاستعماله في السقي الفلاحي. هذا المشروع يعرف انطلاقة في الدراسة في انتظار استكمال هذه الدراسة، يمكن تسجيله في العملية المنجزة لحل هذه المعضلة التي نرى أن الفلاحين يعانون منها بشكل كبير. وفي انتظار ذلك يبقى مشروع سد واد الأبيض من أهم الخطى التي يعلق عليها الفلاحون أمالهم من أجل ومنتوجاتهم الفلاحية. إلى موضوع آخر،